بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. وبعد، معنا حالة جوت عنز فيها ريكتال برولابس اللي هو انقلاب مستقيمي، وفيها فاجينال برولابس في وقت واحد اللي هو انقلاب مهبلي، أو البدو يسموه البدية، سواء الخروج سواء المدمن ولا المهبل بيسموه بدية. فهنا بنغسل البدية سواء الريكتر ولا الفاجينال بمية دافية بعد التخدير طبعا بجنرال انسيزيا 0.3 زيلازين 2%. وزي ما احنا شايفين طبعا غسلنا بمية دافية عشان تنظيف الدبرس الموجودة فوق الفاجينا، ومجرد ما غسلنا كويس بدأت ترجع الفاجينا مكانها. يعني طبعا اسباب الريكتال برولابس بيكون احيانا تيجي بعد اسهالات شديده، بعد تخمه، بعد الطاعون وما الطاعون وغيره، بعد الولادات احيانا بسبب الرخو. هنا بنعمل تزليج للمدمن، بنحطه مزلج عشان اي كونتنت نحاول نطلعها وتطلع بسهوله معانا. تمام، بيكون في كالمتر شويه فيها يوبس لان ليها مده مش قادره تطلع ومش عارف اطلعها بسبب البرولابس اللي حاصل زي ما احنا شايفين كده. شوف طلع معانا الفيسز شوية يابسة. طبعا احيانا بيكون السبب الفاجينال برولابس او الريكتال برولابس ستايتس، بيحصل شوية يورين ريتنشن، تبدأ تحزق تحزيق شديد فيحصل الخروج المدمن والمستقيم زي ما احنا المدمن والفاجن زي ما احنا شايفين كده، او المدمن والمهبل. شوف كمية التبول. مرهم زنك، بناخد مرهم زنك من ظهر الأول بيود بوفيدين أيودين من ظهر الفاجينا كويس. نحط كمان مزلق في الريكتام، شوف يطلع معانا كمان تاني فيسز ولا لا. شوف شوف التبول بيعمل يورينيشن برضو، كمية اليورين اللي ريتندك كمية يعني مش قليلة بسبب الفاجينال برولابس اللي مانع ان البول يخرج طبيعي. بندهن المرهم زنك، بيقلل حجم الورم الموجود وبيعمل ريبير للسكين والتيشوز.
طبعا عشان نعمل سويتشر للفاجينا انا بقطع طبعا جزء من الشاش كده، يكون جزء صغير يعني، لا هو خيط ولا هو شاش كامل. يكون افضل في الماسكة كويس يعني. ما بنحط الشاش في إبرة عادية، هي شارب تشتغل معانا زي الفل، خاصة لما نزلق الشاش نفسه، نحطه مزلق على الشاش نفسه. طبعا الخضة بنفكه تقريبا بعد أسبوع، كل الأمور استقرت تمام التمام، خاصة لما نحقن بنسلين مدة 4 أيام ومعها مضاد التهاب زي الفينالبيوتازون، مينوكسكام، فلنوكسين، كل ده يصلح معانا. بنحاول طبعا نبخ بخاخ أزرق على محل الإبر، محل الإبرة زي ما دخلنا الإبرة كده، محل الخياطة نفسها، بخاخ أزرق مرة باليوم ولا مرتين باليوم تظبط معانا الأمور. ثم بعد ذلك نخيط المدمن، نضيق الفتحة بتاعة المدمن عن طريق الخيط السبقتي بسلك، بس يكون السلك شوية إيه يعني سميك، ما يكونش رفيع جدا ولا زي الشاش يعني، عشان بس ما يحصلش تحزيق مرة ثانية ويحصل جروح وكده يعني. والفتحة طبعا بتكون زي السرنجة 20 سنتي أو زي الإصبع أو أكبر من الإصبع بشوية عشان تدمن طبيعي أو يحصل تخريج بشكل مظبوط. طبعا الخيط بتاع المدمن ده بيتفك بعد اسبوع مع الخيط اللي هو في الفاجين نفسه تمام، بنحطه برضو مزلق مرة ثانية عشان يساعد في تسهيل التخريج. ندي كورس طبعا محترم من الانتي بيوتيك زي البنسلين، وكورس من الانتي انفلاماتوري، ولو ينفع ندهن اي شيء ضد التهاب موضعي يكون كويس جدا عشان يقلل حجم الفالفا ويقلل من التحزيق بعدين. وبكده تكون تمت العملية، ونلقاكم في عملية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.